يعني اليوم يعني سمعنا بأن الملف هو جاهز، فتم الإنصات المتهم في قضية اغتصاب الصحفية بوطهر وأيضا قضايا أخرى. يعني شنو هما المستجدات حاليا اللي واقعين يعني في الملف؟ لحسن الحظ أن المحكمة في هذه الجلسة اليوم لا في ملف عمر راضي ولا في ملف سليمان الريسوني حسمات، وكان القرار ديالها قانوني وفي إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. طبعا تبعتوا جميع داخل الجلسات استراتيجية دائما ديال المتهم ودفاعه في تأخير الملف، وهذا احنا اللي احتجينا عليه كدفاع الطرف المدني لأنه يمس بضمانات المحاكمة العادلة. اليوم الضحية حسب طهر تلتمس من المحكمة البت في ملفها المعروض أمام أنظار القضاء ثقتها كاملة في القضاء، في استقلال القضاء، رغم كل ما يروج داخل المحكمة وخارج قاعة الجلسة وخارج أسوار المحكمة، ولكن نحن مقتنعون بأن البت في هذا الملف سيكون من طرف هيئة الحكم اللي كتنظرف ملف القضية. بالنسبة للجلسة اليوم اللي نبغي نخبركم به بأنه لحسن الحظ أننا اليوم قدرنا نتجاوزوا العراقيل اللي كيوضعها الدفاع المتهم خلال كل جلسة، وقررت المحكمة استماع في إطار البحث للمتهم بدات استجوابه والاستنطاق ديالو فيما يخص جريمة الاغتصاب وهتك العرض. كطرح عليه طبعا الشكاية ديال المطالبة بالحق المدني، وهو الآن كيجاوب المحكمة في إطار ما يسمى طبقا لقانون المسطرة الجنائية بالبحث اللي غتليه من بعد المناقشة اللي كتكون فيها مرافعات المحامين، ولكن مازال استماع المتهم تاني، مازال استماع الطرف المدني. هذه كلها كنتمناو بأن يكون هناك تسريع وتيرة المحاكمة بهذا الشكل، وب العراقيل اللي كيوضعوها الدفاع المتهم من خلال طبعا هذه استراتيجيتهم اختاروها ديال التمطيط، لانهم هما الملف عاطينو زمانه الاعلامي اكثر من زمانه القضائي، مع العلم انه العكس اللي خصو يكون. وبالتالي غادي نلتمس انا داخل الجلسه ولتمسناها من المحكمه تسرع وتيره المحاكمه من خلال الجلسات باش يتم البت في الملف في موضوع النزيله في أجل معقول يحترم حقوق أطراف المخاصمة الجنائية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.